وبزود المليارات اللي انا بحطها للدعم. الفكره لابد من مراقبه المنظومه الاسعار النهارده. اسمح لي التقط كلمه منظومه. قد يقول قائل ان موطن ايضا اساسي من مواطن الخلل اللي يمكن بتخلينا بقى ما بنحققش الاهداف المرجوه هي اننا لا نعمل عن على شكل منظومه، بمعنى ان وزاره القوى العامله تعمل على حده، وزاره الاستثمار تعمل على حده، وزاره التعاون الدولي تعمل على حده، وزاره التعليم، وزاره البحث العلمي، وان يعني اكتر مشكله ايضا بنواجهها في الجزئيه الخاصه بالبطاله ان زي ما قلت لحضرتك قبل كده ويمكن حضرتك ايدت الكلام ده، انها المشكله مش ان مفيش فرص عمل، وده راجع في المقام الاول الى عدم اتساق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. برافو. مفيش قراءه حقيقيه لمتطلبات سوق العمل الان، راي حضرتك ده كلام مظبوط، وده اللي احنا بنحاول ان احنا ان شاء الله اذا كنا فعلا عاوزين نحافظ على اموال الدوله وما نرهقش الموازنه العامه، احنا عندنا في عجز كبير جدا في الموازنه العامه، اكتر من 190 مليار. طبعا ده بيتم تمويله من طريق الاقتراض، والاقتراض يعني فوائد واعباء اكتر. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين ننتج. الشعب عاوز ينتج، الشباب عاوز يشتغل، فاحنا لابد ان احنا نطور منظومه التعليم ونؤهل الشباب عشان يشتغل وينتج، وبالتالي كذلك الاداء الحكومي يتحسن. النهارده انا عندي اكبر كمية يعني عدد من الموظفين تقاس بالنسبة للشعب، يعني ما يبقى عندي 6 مليون موظف، هؤلاء 6 مليون موظف مش بيدوا الأداء اللي هو المفروض، إن احنا بدليل إن احنا بنروح المصلحة اللي المفروض تخلص في ساعة أو في ساعتين بتخلص في أشهر. صحيح. يبقى إذا أنا لابد إن أنا أعيد المنظومة دي كلها تاني، وأؤهل الناس دي اللي هو ما يقدرش يعمل عمل إداري ممكن أحوله لعمل منتج. احوله لعمل منتج، فهو ده المفروض ان احنا في خلال هذه الفتره ان احنا لابد ان احنا نطور. النهارده المشروعات الصغيره، وعندنا الصندوق الاجتماعي بيمول المشروعات الصغيره، والاف من الشباب بيروحوا عشان ياخدوا الفلوس عشان عاوزين يشتغلوا وعاوزين يعملوا مشروعات بسيطه هتجيب لهم دخل، مش عايزين يتوظفوا. يعني مش كل الشباب عاوز يتوظف في الحكومه، لا، في منهم عنده طموحات وعنده امكانيات وعنده خبرات ان هو ممكن يعمل مشروع بسيط وهو هيجيب له دخل وممكن يبقى رجل اعمال بعد كده كبير. طيب في نقطه وردت في التقرير كنت عايزه استوضحها من حضرتك، ان يعني هذا النظام والعمل بالترشيد للدعم المادي جاري الان تطبيقه على محافظه واحده ثم تعمم التجربه بشكل تدريجي، الى اي مدى حضرتك تتفق مع هذا التوجه وهيتم ازاي؟ هو ده طبعا لابد يكون كده، لان طبعا طالما ان انا بغير المنظومه او بعدل فيها شويه فما اقدرش ان انا اعممها على طول، وهي ممكن لو حصل مشاكل تعمل رد فعل قوي ما يبقاش محمود، يعني ما يبقاش كويس. فلابد ان احنا بعملها في نطاق ضيق، وبعد كده اذا نجحت يبقى كويس جدا اقدر اطبقها بعد كده. اذا كان فيها بعض المعوقات او بعض المشكلات بتظهر من التطبيق يبقى في فرصه ان انا ممكن اعدل فيها. فده شيء منطقي، وخاصه ان احنا برضه لابد ان احنا ننبه. احنا شفنا النهارده الصبح اللي حصل حضرتك، النهارده في اشاعات كتيره جدا قاعدين بيطلقوها على منظومه الدخل، منظومه الدعم، وان الدعم هيتشال، وان الدوله مش هتدور على الدعم، وانها هتحوله الى دعم نقدي، وان الدعم النقدي مش يعني. فلابد ان احنا برضه نراعي هذا، ان احنا النهارده منظومه الدعم اذا كنا بنعدل في اي حاجه لابد ان احنا بنعدلها بناء على دراسات فنيه، مش دراسات كده هم بيحطها اي مواقف. طبعا الاستغناء عن الدعم دكتور فتحي والاستعاضه عنه بفلوس ده كان في الاساس طرح امريكي، وافتكر ان الدوله استبقت على طول يعني وبدرت بان هي تنفي ان اشياء من هذا القبيل. ليه بقى؟ لان هناك في امريكا البطاله هناك يعني ليها سجلاتها وليها كل دوله ليها ظروفها وليها خصوصيتها واضحه جدا، ومعروف مين هو العاطل وامتى بالظبط وبالتاريخ والحاجات. عندنا عشان اجي اعملها دي عاوزه احصائيات مش متوفره عندي طبعا، ولو اتعملت ممكن حضرتك عارفه ان ممكن يخش فيها فساد كتير. طب حضرتك بتشوف ايه الرابط بين ترشيد الدعم وبين ما يثار الان وما حدث بالفعل من بعض بشائره من التعامل مع الحد الادنى والحد الاقصى للاجور؟ هو لا شك ان الحد الادنى مهم جدا طبعا عشان يقدر يوفر حياه كريمه، وده عمل رد فعل كويس، يعني فعلا في طبقات كتيره النهارده ابتدت ترتاح نفسيا لما ابتدت ان حست من اول يناير ان شاء الله هيبقى حد الادنى الاجور هيرتفع. انما احنا برضه هنا بننبه ان احنا في الاقتصاد بنقول ان في حاجه اسمها الدخل النقدي والدخل الحقيقي. انا مش عايز الدخل النقدي لما يزيد والدخل الحقيقي يقل بالتضخم. الاسعار ترتفع وعارفين ان في انفلات، فالشخص اللي ياخد المبلغ ده ما يتمتعش بيه، يحس انها بقت نقمه عليه، ان هو كان يقول لك زمان كل ما العلاوات تزيد 5 الاسعار تزيد 10،
احنا مش عايزين نفس الوضع، احنا عايزين رقابه سليمه جدا على، ودي منظومه سهله ومش صعب جدا ان انا اراقب الاسعار واراقب الانتاج وافعل التعاونيات. حقيقه كان في موضوعات كتير كنت عايزه اخد راي حضرتك فيها لكن لضيق الوقت يعني ناسف، كنا عايزين نتكلم حتى عن استيراد السلع الحيويه والعملات الاجنبيه اللازمه ليها في ظل ازمه ربما في العملات الاجنبيه بتواجهها. سعادتك في دقيقه في جمله ترشيد الاستيراد، ترشيد الاستيراد واحكام الرقابه على المنافذ الجمركيه، وانا الكلام ده قلته في اكتر من مؤتمر وفي اكتر من لقاء، طالما ان احنا مش هنقدر نتابع الاجراءات الجمركيه ونراقب الاستيراد بطريقه صحيحه، الاستيراد النهارده بيبقى فيه كل حاجه، كل حاجه حضرتك مستر بتيجي سواء ضرب الصحه او ضرب المواطن بتيجي، لابد من هذا رقابه شديده جدا على الواردات. اذا رقابه شديده وصارمه على الواردات. شكرا جزيلا للدكتور فتحي همام وكيل وزاره الماليه سابقا، شرفتنا يا دكتور. شكرا يا فندم. تذكرة بأبرز العناوين أو العناوين عن الحدث الأبرز الذي شهدته المنصورة اليوم، استشهاد نحو 12 شخص وإصابة أكثر من 100 آخرين في انفجار ضخم استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية. رئاسة الجمهورية تنعي شهداء انفجار حادث الدقهلية وتؤكد إصرار الدولة على تنفيذ خريطة المستقبل. الببلاوي يتابع تداعيات الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية ويعلن جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا. الأحداث بشكل أكثر تفصيلا قليلا بصحبة أزني أحمد عتابي في موجز الأخبار. شكرا جزيلا لك إرهام ومشاهدينا الكرام، أهلا بكم وإلى موجز الأنباء. أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في معركة البلاد ضد قوى الإرهاب الأسود، وأضاف خلال تفقده موقع الانفجار الغادر الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية في الساعات الأولى من صباح اليوم والذي راح ضحيته 12 شهيدا من بينهم 8 من رجال الشرطة بالإضافة إلى 202 مصاب، أن البلاد تواجه عدوا لا دين له ولا وطن له، مؤكدا أنه عدو لا يعبأ بأرواح المواطنين ولا يسعى إلا لهدم كيان الدولة وزعزعة استقرارها. ووجه وزير الداخلية بسرعة الوقوف على خلفية الحادث وتحديد هوية الجناة وضبطهم في أسرع وقت ممكن، كما شدد وزير الداخلية أن تلك الأحداث لن تثني الأجهزة الأمنية عن حربها مع الإرهاب، وأكد أن الأجهزة الأمنية ستواصل حربها الشرسة ضد قوى الإرهاب التي تحاول العبث بأمن البلاد وتعطيل خارطة المستقبل التي جاءت بإرادة الشعب المصري. وقد أفاد مراسل قناة النيل الأخبار أن الانفجار بمدينة المنصورة الذي خلف 12 شهيدا و102 مصاب وقع من جراء تفجير سيارة مفخخة تم تحميلها بآلاف الكيلوغرامات من مادة TNT شديدة الانفجار، وتسبب الاعتداء في انهيار واجهة المبنى الجانبي لمديرية الأمن وتدمير جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد وإتلاف عدد من سيارات الشرطة وكذلك سيارات المواطنين. وقد زار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم المصابين بمستشفيات المنصورة التي استقبلت 102 مصاب من المواطنين ورجال الشرطة، تلقى بعضهم الإسعافات اللازمة وتم خروجه بالفعل بينما يخضع البعض الآخر للعلاج، وجرى نقل اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية لمستشفى الشرطة بالقاهرة لاستكمال علاجه إثر إصابته في إحدى عينيه خلال التفجير الإرهابي. وقد صرح مصدر أمني أن الشهداء هم كل من العقيد سامح سعودي، المقدم سيد رأفت، الرقيب سعد مصطفى المرسي، المجند محمد عبد العزيز عبد الكريم، المجند محمد صابر مطاوع، المجند يونس أبو المعاطي محمد، المجند أحمد صبحي حرحش، المجند يوسف المغاوري عيسى، المواطن محمد لطفي حسنين زين الدين، بالإضافة إلى 3 جثامين يجري تحديد هويتهم. من جانبه قال محافظ الدقهلية المهندس عمر الشوادفي ان معظم الضحايا والمصابين من المجندين، واضاف انه تم اخلاء المنطقة المحيطة بمبنى المديرية كاجراء احترازي وانه يجري تمشيط المنطقة تحسبا لوجود اجسام اخرى متفجرة. من جانبها نعت رئاسة الجمهورية ضحايا الانفجار الذي استهدف مديرية امن الدقهلية في الساعات الاولى من صباح اليوم،
وقالت الرئاسة في بيان صدر فجر اليوم إن العمليات الإرهابية ستزيد الدولة تصميما على اجتثاث الإرهاب من جميع ربوع مصر وتزيدها إصرارا على تنفيذ خارطة المستقبل. كما تعهدت رئاسة الجمهورية بضرب الإرهاب بيد من حديد قصاصا لشهداء ومصابي الحادث الإرهابي. هذا ويتابع رئيس مجلس الوزراء دكتور حازم الببلاوي تداعيات الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية في وقت مبكر من صباح اليوم وأدى إلى سقوط حوالي 12 شهيدا وعشرات المصابين. ويجري رئيس الوزراء اتصالات مكثفة مع وزراء الداخلية والجهات المعنية لمتابعة الحادث والبحث عن الضحايا وإسعاف المصابين. كما وجه الببلاوي بضرورة تكثيف الجهود للبحث عن من يقف وراء هذا الحادث الإرهابي وسرعة تقديمه للعدالة، مطالبا المواطنين بالتعاون مع السلطات المختصة لتجاوز آثار الحادث. وعبر رئيس الوزراء عن تعازيه لأسر الضحايا ودعواته بسرعة الشفاء للمصابين. الإصابات الموجودة ونطمن للسادة المشاهدين ونطمن الشعب المصري عن حالات الإصابات وعن التأمين في محافظة الدقهلية. هو يعني في بعض الإصابات بسيطة بإذن الله يعني هتتمثل للشفاء خلال اليومين الجايين وتطلع. في بعض الإصابات كان نتيجة تطاير الزجاج بتاع النوافذ عاملة إصابات في العينين، وفي يعني إصابتين حالتهم حرجة منهم احد السادة الضباط. يا حضرتك كنت تكلمنا عن مبنى في القصير العاجل باذن الله هيتم في لجنه هندسيه هتروح، اذا كان المبنى ما تهصرش الاساس بتاعه هيتم تاهيله خلال اسبوع وتعود العمل فيه من جديد. سياده اللواء مصطفى الحريري، دي المره الثانيه اللي كما ذكرنا في الخدمه الاخباريه السابقه كانت هذه هي الزياره الثالثه لمعالي وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم للمستشفيات التي تم ايداع كل المصابين بها. إذن كانت هذه أحدث تصريحات لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أثناء زيارته الثالثة للمصابين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية صباح اليوم. بهذا ننهي نظرتنا الموجزة على تطورات الأحداث، وبالتأكيد تغطيتنا الإخبارية مستمرة لهذا الحدث وتطورات الأحداث الأخرى. وللمزيد من المتابعة نذكركم دائما بموقعنا على الإنترنت nile.eg. الآن هذه عودة من جديد للزميلة ريهام رجائي واستكمال بقية فقرات هذا الصباح. شكرا لك يا أحمد. كل مصري من حقه أن يكون معاه نسخة من مشروع الدستور المصري الجديد، نسخة غير مغلوطة، نسخة غير محرفة، نسخة تشتمل بالفعل على المواد المميزة للدستور المصري. وبالتأكيد كل ما بيحصل أحداث مؤسفة زي الأحداث اللي بتحصل الفترة اللي فاتت أو زي حادث المنصورة بنزداد إصرارا وتأكيدا على تحقيق تطلعات المصريين في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله. استعدادات الوزارة لتلافي وتلاشي حاجات زي كده يعني إن شاء الله لا سمح الله لا قدر الله في المستقبل القريب، في تعليمات لسيادتك حاليا أو في إجراءات سوف تتبعها الوزارة للتلاشي مثل هذه الحوادث؟ أنا يمكن كنت في اجتماع مع السادة مديرين الأمن أول امبارح، وكنت مدي تعليمات ان هو يعمل الحرم الامن للاماكن الشرطيه، يمنع مرور العربيات من امامها، يعمل بعض الاجراءات الاحتياطيه حوالين المديريات وحوالين الاقسام والمنشات الشرطيه. ولكن انت يعني الحادثه الارهابيه يعني تحصل، يعني انا جيت راجعت الخطط الامنيه اللي موجوده في المديريه، ويمكن اهالي المنصوره يشهدوا بذلك، هم قافلين الشارع دوت بسلاسل يمين ومحدش بيعدي، مقفول يمين ومقفول شمال، اقصى درجات تامين كانت معموله. هو تسرب ازاي وحط العبوه ازاي وكيف فجرها، دي كلها هتتم. احنا حاليا المعمل الجنائي هيقول لي ايه اللي حصل بالظبط، وهنعرف اتحطت ازاي ودخلت ازاي، وبعدين في المكان في بنوك بانك وفي يعني انما عربيه ما بتخش، يعني سياره وانتم من المنصوره تعرفوا هذا
وفي مقفوله يمين وشمال وممنوع ما بيعديش. فهو في حاجه حصلت دي اجهزه البحث. يتردد يا فندم ان المسرح القومي كان هو مركز التفجير. ممكن ممكن، وانا عشان كده بقول لك انا مش عايز اجزم من دلوقتي ايه اللي حصل. في معمل جنائي موجود انا جبته من مصر معايا على اعلى مستوى، خلال ساعتين هيقول لنا ايه اللي حصل، هل من في مبنى المسرح، هل حد دخل.